احييكم الى هذه النشره نستهلها بابرز العناوين. مؤتمر باريس يبحث الخطر الوجودي على لبنان وعينه على اوكرانيا. طائرات النظام تقصف عرسال وصواريخ النصره تستهدف النبيشيت. وتتابعون في النشره السعوديه والامارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر والدوحه لا ترد بالمثل. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي ونيكول الحجر. مساء الخير. على وقع الغارات السورية على عرسال وصواريخ جبهة النصرة على النبيشيت، انعقد مؤتمر باريس لمساعدة لبنان على مواجهة ما وصفه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بالخطر الوجودي الذي يهدد وحدة لبنان. المؤتمرون في باريس كانوا يناقشون انعكاسات الحرب السورية على لبنان، لكن عيونهم كانت على تطورات الأزمة الأوكرانية التي فرضت نفسها هاجسا أساسيا على طاولة مؤتمر باريس. الأرقام موجعة، أكثر من 1,000,000 نازح سوري في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين، وتقديرات عن تدفق النازحين السوريين بمعدل 50,000 نازح كل شهر. مؤتمر باريس على أهميته لم يحجب الأنظار عن تحديات الداخل مع استمرار تعثر لجنة صوغ البيان الوزاري، خصوصا مع القنبلة التي فجرها الرئيس نبيه بري بإعلانه أن مهلة 30 يوما هي مهلة إسقاط لا مهلة حث، بمعنى أنه إذا انقضت مهلة 30 يوما ولم يتم التوصل إلى إنجاز البيان الوزاري تسقط الحكومة. هذا الموقف للرئيس بري يتوقع أن ينال قسطه من التأييد والرفض ليشكل مادة سجالية جديدة تضاف إلى المواد السجالية المطروحة في البلد. البداية من مؤتمر باريس. إذن المجتمعون في باريس شكروا الرئيس سليمان على سعيه إلى الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره، وأكدوا الحاجة لتعزيز قدرات الجيش، متطلعين إلى مؤتمر مساندة الجيش الذي تنوي الحكومة الإيطالية استضافته في روما في الشهر المقبل. وكرر المجتمعون قلقهم بشأن الأثر السلبي الشديد للأزمة السورية على لبنان.